الأخبار من الراي. نشرة الأخبار من الراي تقدمها لكم زينب دشتي، والبداية دوما بأبرز العناوين. الاقتصاد الكويتي متين، هذا لا يعني بأنه لا توجد هناك أخطاء أو اختلالات يجب إصلاحها، لا، في اختلالات يجب إصلاحها، لكن بعيدا عن رواتب الموظفين أو الكويتيين أو أرزاقهم. الغانم مطمئنا، الاقتصاد متين والاختلال يجب أن يعالج بعيدا عن دخل المواطن. وأكد أن جيب المواطن لن يمس. والعقيل ردا على طلب توضيح من الرئيس، جيب المواطن لن يمس. غدا تقديم طلب لطرح الثقة بها، السيري تؤكد استمرارها وتنفي شائعات استقالتها. ومن الجلسة البرلمانية ضوء أخضر لاتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية. فريق الأشغال والتخطيط يتفقد مشروع توسيعة المطار ويقف على نسب الإنجاز. حكومة لبنان ترى النور في ليلة ظلماء وتحاول شق طريقها في حقول من الألغام. تفاعلاً مع تداعيات تصريحات وزيرة المالية حول وضع الاقتصاد الكويتي، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه استخدم حقه اللائحي للمصلحة العامة، مؤكداً أن اقتصاد البلاد متين، وهذا لا يعني عدم وجود اختلالات يجب إصلاحها بعيداً عن دخل المواطن. وفي تصريح أدلى به عقب الجلسة التي شهدت إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة، قال إن الاتفاقية لمصلحة الكويت والسعودية، وعندما يكون هناك خلاف بين دولتين شقيقتين هكذا يكون الحل، وتمت الموافقة على الاتفاقية بأغلبية ساحقة. من جهة ثانية أشار إلى أنه في بعض الأحيان يطلب استعجال جلسة طرح الثقة، أما في موضوع وزيرة الشؤون فالحكومة فضلت إرجاء التصويت إلى الجلسة المقبلة، ومن خلال التنسيق مع الحكومة وغالبية النواب تم التأجيل إلى 4 فبراير. أغرينا اليوم اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وهذه الاتفاقية هي أحدهم، اتفاقية في مصلحة الشعب الكويتي، في مصلحة الكويت، وفي مصلحة أشقائنا وأخواننا في السعودية. وعندما يكون هناك خلاف بين دولتين جارتين شقيقتين هكذا يكون الحل، بالطريقة اللي تم حل فيها أي إشكالات سابقة، وانتهينا اليوم باتفاق سيعود بالخير على الطرفين. كذلك الرد على كل الادعاءات الغير صحيحة تم بوضوح من خلال الجلسة العلنية اللي دعيت لها، وبعدها الاجتماع اللي تم في لجنة الشؤون الخارجية واللي أيضا تم الرد فيها العديد من الأسئلة، انتهاء بجلسة اليوم اللي تم مناقشة التقرير فيها وتم التصويت عليه بالموافقة بأغلبية ساحقة كبيرة جدا. اليوم أيضا استعملت حق اللائحي للمصلحة العامة عن طريق استناد على المواد 116 من الدستور، 182 من اللائحة الداخلية للمجلس، خاصة فيما يتعلق بتداعيات تصريحات الأخت وزير المالية، وجهت لها بشكل مباشر نيابة عن أبناء الشعب الكويتي وعن الهواجس وأسباب الهلع والفزع اللي انتابتهم في الأيام الأخيرة، منه هل هناك تفكير أو نية أو توجه لتخفيض الرواتب، ولا الحمد إجابتها كانت واضحة وبأنه لا يوجد هناك أي توجه لذلك. أيضا فيما يتعلق في الاقتصاد الكويتي، الاقتصاد الكويتي متين، هذا لا يعني بأنه لا توجد هناك أخطاء أو اختلالات يجب إصلاحها، لا، في اختلالات يجب إصلاحها، لكن بعيدا عن رواتب الموظفين أو الكويتيين أو أرزاقهم.
كذلك الأمر كان متعلق في العجز الذي ذكر، كنت أريد أن يتضح للجميع بأنه عجز تقديري وليس حقيقي، لأنه مبني على أرقام افتراضية بالنسبة لبرميل النفط غير الأرقام الحقيقية. طلب التفسير بالنسبة للمحكمة الدستورية كان 27-27، وبالتالي الطلب يجب أن يحوز على الأغلبية، بما أن كان هناك تعادل في الأصوات لم تتم الموافقة على هذا الطلب. وقد أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أنها لم تصرح بأن الرواتب ستنخفض، مشددة على أن جيب المواطن لن يمس. وقالت العقيل ردا على طلب توضيح من رئيس مجلس الأمة خلال جلسة اليوم إن الصناديق السيادية متينة وأرقام الميزانية تقديرية، أما الحساب الختامي فأرقامه فعلية. بدوره عقب النائب رياض العدساني بأن الحكومة أكدت عدم المساس بجيوب المواطنين، مشددا على وجوب التزامها بما قالت وإلا فستواجه الاستجوابات. وافق مجلس الأمة في المداولتين على مشروع قانون بشأن اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بأغلبية 55 صوتا وعدم موافقة 7. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن مذكرة تفاهم بين الحكومتين الكويتية والسعودية في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبد الكريم الكندري: هذه الاتفاقية لا يوجد فيها أي مادة للتنازل عن أرض أو ثروة أو امتياز أو إعادة تقسيم. من جهته أشار الشيخ أحمد الناصر إلى أن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة تجسيد للتعاون بين السلطتين وحسم لكل جدل ولحظة تاريخية تجسد المصير المشترك بين البلدين. إن تصويت مجلسكم الموقر بالموافقة على الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم يعتبر لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وشقيقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحصنت فيها الروابط الأخوية وتجسد فيها المصير المشترك لعلاقات راسخة سننطلق في رحابها لمستقبل أصبح واعدا زاهرا لنا ولأجيالنا القادمة، حفظنا فيها حقوقنا ومصالحنا. وكانت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أكدت خلال الجلسة أنها لم تصرح بأن الرواتب ستنخفض، وشددت على عدم المساس بجيب المواطن. وقد دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى توضيح الفائض الحقيقي في الميزانية قائلا: أعلن اليوم استجواب رئيس الوزراء إذا لم توضح الحكومة حقيقة وضعنا المالي. أود أن أؤكد بأنني لم أصرح بتخفيض الرواتب أبدا، ولكن وأيضا أؤكد أن جيب المواطن لن يمس. هذا للتأكيد، أنا ما كان عندي أي تصريح في هذا الجانب، هذا رقم واحد. فيما يخص الصناديق السيادية، فالصناديق السيادية متينة ولله الحمد، والاقتصاد الكويتي متين. أما فيما يخص أرقام الميزانية، طبيعتها دائما أرقام الميزانية تقديرية وعجز الميزانية تقديري. فيما يخص الحساب الختامي فأرقامه هي فعلية، والعجوزات اللي فيه تكون فعلية. خصوص ميزانة الدولة والحساب الختامي واقتصاد الدولة، كما أكدنا أنه يقف على أرض صلبة واحتياطاتنا ممتازة، وهذا كل اللي أكدوه المؤشرات الدولية والمستشارين الدوليين، واليوم الحكومة أكدنا عليها. أي مساس في جيوب المواطنين سوف يواجهون الاستجواب، وأكدت الحكومة عدم المساس في جيوب المواطنين ولا برواتبهم، لأن هذا العامل كان عامل خوف للمواطنين، ولا نلومهم. إخفاقات الحكومة وتجاوزاتها لا يتم معالجتها من خلال جيوب المواطنين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. إيرادات النفطية مع إيرادات الاستثمار لا يوجد عجز، لكن الاستثمارات يعاد صياغتها واستثمارها، وإيرادات النفطية تغطي المصروفات، بالتالي يسحب من الاحتياطي العام لتسكير المصروفات الزائدة. لكن إذا حسبنا مدخول النفط والاستثمار لا يوجد عجز، واحتياطاتنا بشكل عام، اليوم أكدت الحكومة هذا الكلام أن نقف على أرض صلبة، ويتطلب إصلاحات عديدة، منها تحويل 8 مليار من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام، والتقيد والشروط في قواعد الميزانية وعدم مخالفتها، والحساب الختامي يجب أن يعكس واقع الميزانية،
وبالختام أؤكد أي مساس في جيوب المواطنين سواء في الخصخصة أو الضرائب أو رفع الأسعار واستناد على المادة 20 تحقيق الرخاء للمواطنين سوف تتوجه استجوابات الحكومة. وقد زكى مجلس الأمة النائب ركان النصف وكيلا للشعبة البرلمانية وعود الرويعي أمينا للسر ومحمد الدلال أمينا للصندوق. تتجه الأنظار إلى جلسة الرابعة من فبراير القادم لمعرفة نتيجة الاستجواب الموجه لوزيرة الشؤون الاجتماعية، فإما تجديد للثقة البرلمانية وإما طرح للثقة. من مجلس الأمة خالد الفارس الراي. وغدت تقديم طلب نيابي لطرح الثقة بها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري أنها مستمرة في عملها الوزاري. وقالت أسيري للرأي ردا على سؤال عن صحة الأنباء المتداولة اليوم عن استقالتها: لا طبعا، وحضرت جلسة مجلس الأمة اليوم. انتهت وزارة الداخلية من اعتماد كشف ترقية 27 عميدا إلى رتبة لواء من المستحقين لها، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وإصدار مرسوم بذلك. جولة تفقدية قام بها فريق من وزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد مبنى الركاب رقم 2. وفيما أعلنت الأشغال أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 26.9%. أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي الحرص على متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية والتعرف على التحديات أمام هذه المشروعات للعمل على تذليل المعوقات. تعودنا نحن في زياراتنا المختلفة بأن نرى البروغرس، لنرى استمرارية الأعمال في هذا الموقع بناء ووفقا للتقارير الموجودة معنا في نظام الإعداد والمتابعة للخطة ولهذا المشروع. نجدنا هذا المشروع من المشاريع المتناغمة مع ما خطط له في البداية، وهذا أمر رائع جدا متعلق بكفاءة إدارة المشروع، حيث أن هذا المشروع من المشاريع الملتزمة بجدولها الزمني. وهذا التعاون ما بين الجهات الحكومية لهو دليل على السعي قدما في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية. برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات ملتقى الوقف الجعفري 9 تحت شعار ثقافة الوقف والتنمية المجتمعية. وقد أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة خلال مؤتمر صحفي أن الملتقى أحد الأنشطة الرئيسة التي تقوم بها الأمانة من خلال إدارة الوقف الجعفري لتقديم تجاربها السنوية في العمل الوقفي. أخذت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت على عاتقها الدعوة إلى الوقف والنهوض به واستعادة دوره الحضاري وآثاره الفاعلة والملموسة في تحقيق نهضة المجتمع الكويتي وتقدمه في عديد من المجالات المجتمعية والتنموية والدينية، انطلاقا من رسالتها في الدعوة للوقف وإدارة شؤونه وفق الضوابط الشرعية من خلال عمل مؤسسي متميز كأداة لتنمية المجتمع الكويتي وكنموذج يحتذى به محليا وعالميا. ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة السمنة لدى الأطفال والمراهقين، ينطلق في 22 من فبراير المقبل ماراثون رياضي يهدف للتصدي لمشكلة السمنة لدى الأطفال. وقد حذر رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد ورئيس جمعية الجراحين الكويتية سلمان الصباح من ازدياد نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين، ودعا إلى ضرورة التعامل الجدي مع هذه المشكلة.
هي الفكرة كلها الاهتمام في موضوع السمنة اللي اليوم احنا بدأ يكون هاجس كبير في كل بيت، لأن نسبة السمنة عالية جدا عندنا في الكويت وكذلك في دول العالم. لكن احنا هذه الحملة ما يميزها هي السمنة لدى الأطفال اللي اليوم نشوف نسبتها عالية مقارنة مع بعض الدول، وكذلك الاهتمام في السمنة في هذا العمر مهم جدا لتفادي المضاعفات المصاحبة للسمنة في المستقبل. خاصة احنا ندري من الدراسات العلمية بينت أن نسبة السمنة إذا كانت عالية عند الأطفال وما قدروا ينزلون وزنهم عند سن المراهقة، فبالتالي 80% من هالأطفال اللي عندهم سمنة راح يصيرون بالغين مع سمنة. نشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع اللي هو دور أساسي لأخصائي التغذية. أخصائي التغذية نقدم نظام حياة، ما نقدم فقط أنظمة غذائية صحية للمرضى، لا، احنا نقدم هم وعي صحي، نمط حياة صحي مترتب من وجبات غذائية، وقت للنوم، وقت للأكل، نظام حركي مدروس وسهل. بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون وإلى رئيس الوزراء حسان دياب، أعرب فيهما عن خالص تهانيه بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيا لأعضائها كل التوفيق والسداد لتحقيق أمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق، راجيا لهما موفور الصحة والعافية، وللبنان وشعبها كل التقدم والازدهار، وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من الرقي والنماء. وغدت أعلن تشكيله عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأولى برئاسة الرئيس عون، وأكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب إن بلاده تواجه كارثة اقتصادية، مشيرا إلى تحديات هائلة تواجه حكومتها التي وضعت المأزق المالي والاقتصادي أولوية لها، وأضاف: نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي في الواقع، نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة في بلد يواجه منذ أشهر انهيارا اقتصاديا يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم. وقال أيضا: المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد. طيف الإمارات للعطور تفتتح فرعها الأول في الكويت، تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. وسط حضور لافت افتتحت شركة طيف الإمارات فرعها الأول في الكويت بمجمع الجيت مول ليكون الفرع 36 على مستوى المجموعة. وأكد مسؤول الشركة في الكويت هيثم عبد الباقي إن افتتاح فرع الكويت جاء بناء على رغبة الزبائن الكويتيين، وقد تم افتتاح الفرع الجديد برعاية الشيخ دعيج الخليفة وحضور العديد من عملاء الشركة في الكويت. احنا شركة عندنا 35 فرع في الإمارات ومحل واحد بالبحرين، وعندنا فرع 36 الحين بالكويت. نحن كنا نجي على عرض المعارض على الكويت على تقريبا من سنتين، وعندنا محبين بالكويت وعندنا رواد للشركة يعني طلبونا بيكون في عندنا فرع بالكويت، فكنا نحن يعني تحت رغبتهم ونحن هالمحل الأول بالكويت
بالجيت مول، وإن شاء الله حيكون في عنا توسع أكثر مش بس بالكويت، بالخليج كمان. كشركة إماراتية بامتياز، عندنا خليط إماراتي، مزيج بنتميز بالورود والزنبق والياسمين والجردينيا، فل، مسك، عنبر. عندنا يعني مجموعة عطور مميزة، وأهل الكويت ذوقين، يعني عندهم العطر هو من عطول أبديت، عطول شو المميز. فنحن عطول بشجعونا نضلنا نتميز ونضلنا نقدم الأفضل. يقولك بداية الغيث قطرة وبداية الحب نظرة. فبداية الغيث عطر جميل من طيب الإمارات، في وجود أخوي أحمد رئيس مجلس الإدارة، وإن شاء الله تكون انطلاقة قوية في هذا الافتتاح الجميل لطيف الإمارات. وإن شاء الله هذا الأطر وطراتها موجودة في كل بيت كويتي، وكل محب لأهل الإمارات أزوتنا وقدوتنا واللي نحبهم وايد. فافتتاحهم اليوم وتشرفنا وتعنانا لهم، لأن طيف الإمارات صراحة خلال فترة بسيطة ترك أكثر من 35 فرع في الإمارات وفرع في البحرين، والحين إن شاء الله فرع بالكويت وفرع ثاني في أحد المجمعات قريبا. وإن شاء الله نقول لكم مرحبا الساعة في بلدكم الأولى الكويت إن شاء الله. سعيدة جدا تواجد اليوم في المعرض الأول لطيف الإمارات، جاي نهنئهم بمناسبة افتتاح المعرض الأول في دولة الكويت، والمعرض 35 ما شاء الله في دولة الإمارات. تميزوا صراحة معرض طيف الإمارات بوجود عطر مميز لقائد الإنسانية الشيخ صباح، أسعدنا جدا ووجود عطر لشيخ زايد طيب الله ثراه، عطوراته مميزة خليجية رائعة. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وانتشار على جميع محافظات الكويت. الصالح يستقبل بطل العالم في الدراجات المائية، تابعونا في الرياضة بعد الفاصل. أهلا بكم. نظير الإنجازات العالمية التي حققها في لعبة الدراجات المائية ورفع من خلالها عالم الكويت عاليا في المحافل الدولية، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح المتسابق العالمي الرائد محمد بوربيع، وذلك بعد تحقيقه لإنجاز غير مسبوق بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية على التوالي، وتحقيقه 23 ميدالية ذهبية عالمية في سباق الدراجات المائية. وأثنى الصالح على الإنجازات التي حققها بوربيع التي تصب في صالح الرياضة الكويتية. يشهد مجمع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح للصلاة يوم غد الخميس حفل اعتزال اللاعب الدولي السابق يوسف الفضلي بين شوطي مباراة منتخب الكويت ونظيره القطري في بطولة آسيا لكرة اليد 19 والتي تستضيفها الكويت حتى 26 من الشهر الجاري. وكان أزرق اليد قد ودع منافسات البطولة بخسارته الثانية في الدور الثاني أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 34 هدفا مقابل 27، كما تعرض للخسارة الأولى أمام منتخب إيران بفارق 4 أهداف. حسم المنتخب السعودي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تأهل إلى نهائي بطولة آسيا لتحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في تايلاند، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان بهدف وحيد في الدور قبل النهائي. وجاء هدف الفوز للمنتخب السعودي قبل 3 دقائق فقط من نهاية المباراة عن طريق اللاعب ناصر العمران ليهدي بلاده التأهل، وليصبح المنتخب السعودي ثاني المنتخبات العربية التي تتأهل إلى طوكيو بعد نظيره المصري. وقبل ختام النشرة نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.